السلام عليكم. اليوم نتكلم على ملعب الراقي، حيث انه الغازون يعني العشب الطبيعي راه في حاله جيده جدا، يعني يعني بضعه شهرين، يعني حوالي شهرين يعني ارضيه الميدان راهي طوب شيء مليح. هذا حبيت نتكلم على واحد الموضوع مهم جدا، وهو موضوع الاشهار. كما نعرف الاشهار هو عملية تدير أموال طائلة 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 إلى المسؤولين تاع الملعب ولا المؤسسات الراعية للملعب، وكذلك إلى وزارة تاع الرياضة، ويعني المتدخلين والمسيرين تاع الملاعب هذه. إذن هذه الإشهار لازم يكون في المستوى، لازم يكون في المستوى. وحنا ملاعب كما هذه ما نخسروهاش بهذاك الاشهار الجامد نتاع دير لي بلايك تاع كونتر بلاكي، ولا بلايك تاع كاغط، ولا بلايك هذيك الاشهار الجامد الحابس. يفو اي اون بيبليسيتي ديناميك، لازم يكونوا دي بانو نتاع اشهار لومينو اولا، وكذلك ديناميك يعني اشهار يمشي متحرك. لازم هذيك الاشارات المتحركه وتكون على الجهه يعني الجهه المقابله يعني الكاميرات النقل والبث. فلا بد على السلطات ان ما يبخلوش علينا ويديروا لنا لوحات اشهاريه في المستوى وفي الاماكن اللي تليق، يعني وخاصه ملاعب كيما هذه لازم تكون الاشهار على مستوى يعني القيمه والجماليه وال يعني والاموال التي صرفت من اجل هذه الملاعب ما نخسروهاش بهذيك الطريقه تاع الاشهار القديمه هذيك. يا ناس لازمنا ندخل في مرحلة جديدة، ولازم نتطور وما نبقاش في عام تقيؤس. والسلام عليكم.